ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصدر مطلع أن شارع محمد الخامس بمدينة مكناس شهد يوم الأربعاء وقوع اعتداء خطير بطله شاب أقدم على شرملة تاجر بواسطة سلاح أبيض. وأوضح المصدر ذات أن المعتدي أقدم على طعن التاجر بواسطة سلاح أبيض عقب وقوع خلاف بينهما، وخلال محاولته الفرار تمكن العديد من المواطنين من السيطرة عليه وإيقافه ما تسبب في إصابته بجروح. وأكد ذات المصدر لمروك أخبار يومية نقل المعتدي والضحية إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.